الدنتال انسترومنت، نستخدم الدنتال انسترومنت بالاكزامينيشن بالكاتينج او بالريستوريشن اوف تيث. تقسم الدنتال انسترومنت الى 3 مين تايبس، اما تكون هاند هيلد انسترومنت او روتري انسترومنت بالاضافه الى بقيه الاوكسيلري انسترومنت. اللي هنا صوتي واضح طلاب؟ نعم صوتي واضح. بس قولوا لي إذا الصوت واضح حتى نكمل شرح. تمام. Classification of dental instrument حسب الجي بي بلاك classification اللي يعتمد على ال use of instrument. راح نقسم ال instrument إلى cutting instrument واللي دورها تقسم إلى hand و rotary. ال hand بها عدة أمثلة مثل ال hatchets, chisel, excavator and other instrument. والروتري تقسم إلى البير باختلاف أنواعها سواء كانت ستون بير أو ديسك أو الأنواع الأخرى. أيضا النوع الثاني اللي هو الكوندنسينج instrument اللي نستخدمها بالكوندنسيشن والأدابتيشن of falling material مثل البلاجر اللي هي ممكن تكون هاند أو اللي تكون ميكانيكال. أيضا عندنا البلاستيك instrument ومن أمثلتها السباتشولا، الكاربر، البيرنشر أو الباكينج instrument. Finishing and polishing instrument اللي هي أما تكون روتري مثل الفينيشينج بير أو الهان مثل البولشينج بوينت أو الفينيشينج سترب. أيضا عندنا الايزوليشن instrument اللي هي الربط دام مكوناتها من فريم كلام والبنكت العبء اجكتر أو الكوتون رول هولدر. طلاب العفو إذا أسمع أصوات، بس اللي عنده سؤال يفتح مايك أو اللي عنده مداخلة يفتح مايك، اللي ما عنده حبذا يغلق المايك من يمه. وجي النوع الأخير اللي هو miscellaneous instrument، يعني بقية الانسترومنت اللي تكون مساعدة بشغلنا مثل الماث ميررز، الاكسبلورر، السيزر والبلايرز. نجي الأول تايب اللي هو الاكسبلورنج انسترومنت اللي هي أهم دايجنوستيك انسترومنت واللي تشمل لنا الماث ميرر اللي تجي بأحجام وأشكال وألوان مختلفة. الماث ميرر الفانكشن مال الماث ميرر provide indirect vision، يعني من نريد نشتغل indirect position نريد نشتغل upper teeth to reflect اللايت. لا for retraction and the production of oral tissues. أيضا ممكن نستخدمها for magnification، يعني بعض الأنواع يجي بها نسبة تكبير بحيث من نشوف بالدنتال ميرور راح نشوف السن أكبر مما هو عليه. دائما يجي فد رقم أو نمبر بالباك of mirror اللي هو يمثل لي size of the head of the mirror. الاختلافات اللي موجودة بالمرار هي ممكن تكون single-sided أو double-sided. أيضا ممكن تكون disposable يعني ذات استخدام واحد، وممكن تكون plain أو magnifying يعني ممكن تكون مرار عادية بدون تكبير أو تكون بها نسبة تكبير.
الأذر دايجنوستيك انسترومنتس اللي هي البروب أو الإكسبلورر. الفانكشن هو تعتبر دايجنوستيك آي تسوي بها إكزامينيشن للتيث فور كاريز كالكولاس فور كيشن أو أذر أبنورماليتيز. الكارستيرستيك شنو تتميز هذه البروب؟ تتميز إنه هي تكون بوينتد تب، يعني النهاية مالتها مدببة شارب وثن وبنفس الوقت فلكسبل. ليش؟ حتى تساوي لنا كاتش أو تدخل البوينت مالتها بالمنطقة اللي بيها ديفكت أو اللي بيها كاريز. الاختلافات اللي موجودة هي ممكن تجينا بأشكال وأحجام مختلفة. النوع الأول من البروب اللي هو الستريت بروب تتميز إنه هي تكون شارب وتستخدم for examination of cavities in the dentine region اللي تكون inferior to the gingival margin، أو نسوي بها checking للmargin of restoration or falling. شنو اختلافها عن النوع العادي اللي يكون كير؟ هنا الاند مالتها راح تكون أطول بحيث راح أقدر أشخص بها الكاريز اللي يكون ديب، الكاريز اللي يكون عميق وواصل للدنتين، أيضا للمارجن اللي تكون ديب واللي تكون عميقة أقدر أوصل لها لأن نهايتها تكون أطول من البروب العادي. الانتربروكسيمال بروب هي غالبا هذا الهيد يجي بالاند الثانية للبروب العادي، يعني الاند الأولى راح تكون كير أو البروب العادي اللي نستخدمه، والجهة الثانية راح نشوف بها هذا ال shape اللي نسميه interproximal probe. هو commonly used for examination of interproximal surfaces of teeth، يعني بسبب هذا الشكل اللي هو على شكل حرف L راح نقدر ندخلها بالinterproximal area ويسوي لنا diagnosis لهذه المنطقة، سواء كان echo caries أو defective falling أو إلى آخره. The angle working aid facilitates the adaptation to the interproximal surfaces مثل ما ذكرنا بسبب هذا الشكل اللي هو على شكل حرف L سهل لنا إنه أدخل البروب بهذه المنطقة. The periodontal probe هي similar to explorer but the working tip is blunt. إذا نجي النوع الثالث من البروب اللي هي نسميها periodontal probe، هذه نستخدمها for periodontal procedure أو periodontal examination. تشبه البروب العادي لكن الاند مالتها تكون غير حادة، يعني مثل ما نقول عمية الاند مالتها blunt غير حادة ما تكون pointed. ليش؟ حتى ما تجرح الجنجفة أو ما تجرح القم أثناء الإكزامينيشن. أيضا تتميز إنه بها graduation، يعني بها خطوط كل خط يمثل لي مسافة معينة أو قياس معين اللي هي بالمليم. شنو أستخدمها؟ أستخدمها بالdiagnosis مثل ما قلنا for periodontal procedures حتى نحدد depth of pocket في حالات اللي يصير بها عندنا gingival pocket أو periodontal pocket نحتاج إنه نقيس depth of pocket فنستخدم periodontal probe. أيضا وجود هذه التدريجات ممكن يفيدنا بعملنا بالأوبراتيف، نقدر من خلالها نقيس ال depth of the cavity أو العرض مالت الكافيتي. شيبرت كروك أو الكيرد اكسبلورر هي هاي البوست commonly used probe. It has similar shape working tip. الشيب مالتها يكون هلالي perpendicular to the handle and used for examination of occlusal surfaces. Other diagnostic instrument اللي هو التويزر، النيم مالته نسميه الكولج تويزر والنوع الثاني اللي نسميه looking college tweezer. شنو الفرق اللي بينهم؟ النوع الأول يكون عادي مسطح، النوع الثاني يكون يحتوي على look يعني بي مثل القفل، اكو projection وأكو هول يدخل هذا البروجكشن بالهول يقفل. هذه نستفاد منه بالإندودونتيك تريتمنت إن شاء الله اللي راح تاخذه مرحلة رابعة. فمن نمسك بالجتا بيركا أو من نمسك بالبيبر بوينت نحتاج إنه نثبتها بالتويزر بدون ما أظل أني لازم العفو التويزر بإيدي، فهذا القفل يساعدني إنه يظل الشيء اللي أني أمسكته بالتويزر إذا قافل عليه ما يوقع حتى لو أنا فتحت إيدي. The function of a tweezer هو placing a small object in the mouth or retrieving a small object from the mouth. مثل ما ذكرنا